عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين؟ كنتمنى ملا تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه، فيديو جديد ان شاء الله. غندير معكم المسمن. غادي تشوفي الوصفه، تشوفوا الوصفه ديالي ان شاء الله بحول الله. غادي نعطيكم المقادير. عندي نص كيلو ديال السميده رقيقه اكسترا فين، الفينو كنقولوا له في المغرب الفينو. عندي 150 غرام ديال فرينه طحين فورس، وعندي قريصه ديال الملح البنات، شويه الراس ديال المعلقه الخميره حبيبات ولكن غير واحد شويه. عندي معلقه كبيره ديال الحليب بودره، وعندي الملحه، الملحه حسب الذوق البنات، وعندي الماء دافي باش غادي نعجن العجينه ديالي. غنوريكم الطريقه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. البنات اللي ما عندوش الروبو البيتران هذا اللي كيعجن الخبز، عجنوه بيديكم. غادي ندير الفرينه، غادي نطحنها، غادي نغربلها، ما غاديش نطحنها. ديما البنات فرينه غربلوها باش كتجيكم مهويه، سواء في الخبز، سواء في المسمن، في البطبوط، في البيتزا، في اي حاجه ديما الفرينه تغربل. هذا الشيء اللي كاين البنات، صافي. وغادي ندير الملحه، الملحه حسب الذوق البنات، كما قلت لكم خميره بودره، الحليب بودره، وقريصه ديال الخميره البنات، راه فريمون قريصه راس ديال المعلقه باش ما يضرناش المسمن في المعده، وباش كيجينا مفشفش ومنفوخ، حيت الخميره الا درناها في المسمن راه ما كيضرناش في المعده. وهذا الشيء اللي كاين البنات. وغادي دابا كم الروبو وانا بسم الله. هانتوما البنات، هي دلكات ليا مزيان، خليت دلكات مزيان في البيتران، دلكوها مزيان. انا كنت عمرت يطرو ديال الماء البنات، بدات ليا تقريبا واحد نسيرتو الماء، ولكن راه كل سميده وكل طحين شحال كيدي. كاينه السميده اللي كتشرب بزاف والطحين اللي كيشرب بزاف كيدي لا. المهم انا خدات ليا نسيرتو ديال الماء. انا كنبغيش نديرها البنات قاصحه، كنبغيها تجي رطبه، حيت انا كنقول الا جات قاصحه كيجي العجينه مدقصه، المسمن كيجينا مدقص. هانتوما البنات، ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. دابا غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت البنات. هانتوما شوفوا معايا، هانتوما كي كتجي، غندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نخليها ترتاح ليا واحد ربع ساعه تقريبا. غنردها في البول ديالها صافي، وغادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح ليا واحد ربع ساعه ونرجع معكم البنات. هانتوما انا خليتها ربع ساعه ارتاحت ليا بما دوت الزبده ديالي ووجدت هذاك الشيء اللي خاصني. هانتوما البنات شتي، باش تطاوعني في الخدمه العجينه كتجي رطبه بحال هكا. انا هنا وجدت السميده وهنا درت الزبده، درت زبده غالبه على الزيت، زيت درت واحد شويه وهذا الشيء اللي كاين البنات. دابا غادي نديرها كويرات. عشرة دقائق حتى لربع ساعة غادي ناخد الأولى اللي خدمت وغادي نحلها، غادي نورقها. ورقوها مزيان البنات،
باش ما يجيكمش المسمن مدقص. عاونوا بشويه ديال الزبده وديال الزيت، كما قلت لكم درت الزبده غالبه على الزيت، والزبده من الاحسن تكون نوعيه مزيانه البنات باش كيجي المسمن ناجح وكيجي بنين. ورقوها من الجناب مزيان حتى يبان لكم سطح العمل، تخليوها شرقاق غلاض ما عرفتماني انا اليوم. هانتوما البنات، زيدوا عاوتاني ديروا شويه ديال الزبده شويه ديال السميده وطويو المسمن بحال هكا. عاوتاني خدوا شويه ديال الزبده شويه ديال السميده باش كتجي السميده باش كيجي المسمن مورق ومحلول كيجيش مدقص هكا صافي. وغادي نحطها وغادي ناخذ وحده اخرى، غندير لها نفس العمليه غنحلها مزيان 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 مزيان. العجينه فاش كتكون مخدومه البنات مزيان راه كتجيكم المسمن كيجيكم ساهل، ما تكونش قاصحه بزاف العجينه وما تكونش رخي رخ جاريه، فوالا جاريه تكون العجينه رطبه. هانتوما البنات حتى يبان لكم سطح العمل، شفتوا العجينه كي كتبقى. ونعاود ندير الزبده ونعاود ندير السميده وغنهز هذيك الاولى اللي خدمت وغادي نحطها، كندير وحده وسط وحده في قلب وحده. هانتوما البنات عمليه سهله، راه كلشي كيعرف يدير المسمن، انا بغيت غير نوريكم الطريقه ديالي. والحليب البودرة البنات، هذاك الحليب البودرة اللي درت، الحليب هذاك هو سر نجاح العجينه كلها، يا ديال المسمن يا ديال الخبز يا ديال البيتزا، انا ديما كنديرو في العجائن كلها صافي. وغادي نخليها البنات هنا غادي ترتاح وغادي نكمل بنفس العمليه. هانتوما البنات انا ساليت الوراق وجدتهم ودابا غادي ندوز للطياب ان شاء الله. البنات انا وجدت الطبق ديالي، درت فيه لو سوبالان باش يشرب ليا هذاك الزبده والزيت باش نطيب المسمن، ودابا غادي نبدا على بركه الله. سخنت لابلاك ديالي اللي غنطيب فيها المسمن، الضاغي غادي يطيب حيت لابلاك كبيره وكتهز ليا بزاف ديال المسمنات. هانتوما البنات غتقرصو من الجناب باش ما يجيش مدقص. بسم الله خرجوا لي 10 المسمنات البنات، لابلاك ديالي كتاخد 5 المسمنات في دقه واحده، يا
يعني الطياب باغي نزربي عليه. فوالا تخليه يتحمر شويه من التحت صافي وغادي نقلبوا من بعد. واللي عنده المقله هذيك ديال وجده ثقيله راكم عارفين كيجي فيه المسمن زوين. هانتوما البنات كيطيب، هانتوما كيجي محمر كيجي من فوق، خصوصا كيجي مورق البنات. هانتوما البنات شوفوا كيجي مورق واحد الطريقه غزال زعما الصراحه. جربوا هذه الطريقه وردوا عليا الخبر. هانتوما البنات كيفاش كيجي محمر. البنات هالمسمن ديالنا وجد، قدمته مع اتاي شويه ديال العسل. ها انتما شوفوا كيفاش كيجي البنات، كيجي مورق وكيجي مقرمل كيجي غزال. شوفوا ها انتما كي كيجي مورق وطيب على خاطرو. كنتمنى الوصفه البنات ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وخليوا لي التعليق ديالكم البنات الا جربتوا الوصفه. كنشكركم بزاف، ما تنسونيش باللايكات البنات، بارطاجيو مع الصحاب والحباب باش تدعموني. والناس اللي دخلوا عندي جداد مرحبا بكم والف مرحبا، والناس القدام حتى هما مرحبا بهم. وهادشي اللي كاين البنات، وكنتمنى من الله تكون الوصفه ديال اليوم عجبتكم، وكنقول لكم بيانتو ان شاء الله في الوصفه جديده ان شاء الله في الوصفه القادمه. وهادشي اللي كاين البنات، وكنشكركم بزاف، والسلام عليكم. علي بسلام عليكم.